عبد السلام فنانة من الصف الأول، ادخلت عالم الفن بخطوات واثقة، أثبتت نفسها بسرعة البرق، لها بريق يشبه بريق الألماس، لأن هي ألماسة الفن الخليجي. لنا معاها هذا اللقاء وسألناها عن آخر هباتها. هيا عبد السلام، حالة خاصة، تشوفين نفسك ان انت حالة خاصة؟ ايه. شلون؟ ان انت ممثلة ومخرجة بنفس الوقت، ممكن نقول كذي؟ يعني تقريبا، احس اني حالة خاصة اني دائما احب اكون سبيشل، اسوي شيء خاص فيني، يعني ما احب اندور تحت تيار واحد انا ومثلا وكل زملاء وزميلاتي، دائما احب اكون بالعكس، مو شرط عكس التيار متميزة منهم، بس احب اكون مختلفة. وانت فعلا هيا انت متميزة، يعني سواء في اعلاناتك اللي تقدمينها، انا تعجبني اعلاناتك، يعني تسوينها بطريقه مختلفه عن باقي الناس، وتمثيلك يعني تمثيل مختلف، يعني تحبين تختارين وتنوعين في ادوارك، يعني مره تسوين دور واحده مو صاحيه صراحه ما ادري شلون قدرتي تسوين هذا الدور اللي قدمتيه، يعني انها كانها مريضه او شيء، يعني ادوارك دائما تدورين ادوار صعبه، فهل هذا هو سبب ان انت حاله خاصه؟ شوفي يمكن، بس كون الفنان بيكون يكون او يكون هو حاله خاصه صعب شوي الحين بدات بالوقت اللي احنا فيه. هذا العمل اللي قدمته مع سيد الشاشه حياه الفهد كان فعلا حاله خاصه هو يعتبر، والدور كنت ما ابي شيء، كنت ما اشوف اي شيء ثاني الا هو، بس اتقنتيه لانه كان يعني كان براسي ابي اسويه. عشتي حتى بعد ما تخلصون من التصوير وترجعون البيت عايشه اللحظات هذه. انا بالنسبه لي الفنان اللي يعيش اللحظه هو مو يعيشها، في منهم يقولون انا اتقمص شخصيه واعيش، انا ما احس كذي، لا انا اعيشها لما احسها، يعني في مره من المرات كنا نصور مشهد معين، كانت موجوده ام سوزان وكان موجود المنتج كان والفنان احمد الجسمي، وفعلا يعني قعدنا نتحكي عن الموقف وتضايقت. نعم. استغفر الله لو احد فينا في هذا في نوع من الاعاقه او احد قريب منا. المساله مو سهله مثل ما احنا نشوفها، وفيها يعني تخمت. فقعدت تضايقت وياه قال لي شفت شلون قلت زعلت له كانه صدق انه يعني حريتي فيه. شكرا واحده نحمد ربه مليون مره الحمد لله النعمه اللي هو فيها. الحمد لله جميل تنوع الادوار جميل ان انت قاعد تقدمين الدور بكل مشاعرك. انا ودي اتكلم عن حاله خاصه اللي هو حق العمل الرمضاني ان شاء الله اللي راح يقدم بعد كم يوم. نتكلم اكثر عن سلفي لي شنو سويه، شنو قصته، وشنو وليش سميته اصلا حاله خاصه؟ هو حاله خاصه في كذا شيء، يعني صراحه هذا العمل رجعني انا وفهد نشتغل مع بعض، وكنا ناويين ما يعني الا العمل اللي لازم يكون عمل حاله خاصه، لازم يكون عمل قوي جدا اللي يجمعكم ويخليكم يعني ما نبي نسوي اي شيء، قدمنا كذا مره وكان الاشياء كل الادوار اللي قدمناها كانت ناجحه. أي. فانتم يعني هذه خطوه خايفه ان انت تقدمين شيء ما يكون ناجح، فاخترت اختيار خاص. العمل المكتوب بطريقه الناس اللي مو فاهمينها يقولون العمل مكوت، هو تركي بس هو مو مكوت، هو مكتوب يعني اساسا مبني على ان العمل يكون على قصه خليجيه. أي. اللي يميز النص السيناريو التركي، يعني طريقه ترتيب الاحداث، طريقه فرد القصه، تسلسل المشاهد وطريقه هي التركيه، لان القصه هي خليجيه، يعني دراما خليجيه تركيه. خليجيه تركيه. حلو. والناس هم ايضا على بالهم انه هو رومانسي، ونعم رومانسي، في خط رومانسي، بس هو يندرج تحت اسم مثال وتشويق، في قصه غامضه، في موضوع غامض في القصه. حلو. وفي واخر شيء يعني تسلسل احداث، في شويه ننطر شنو بيصير. ها بالضبط، وهذا هو الجديد. قلتي ان في هذا العمل ان انت بعدتي شويه عن الدراما والضرب، يعني قلتي شويه انه هو حلو، يعني الواحد يطالع يرتاح نفسيته. أيوة. تهدى شيء يحس انه والله وناسه متشوق انه يطالع، ما يضيق خلقه يعني. اي انا الشيء الحلو بعد في النص انه هو مثل ما قلتي، ودائما في اعمالي قاعد احاول اني ابتعد عن هذا النمط اللي هو نحس انه هو صار نمطي اصلا في المسلسلات، اللي هو الضرب والطلاق والقضايا هذه. العمل اللي احنا فيه في قصه، ما في شيء جديد، في قصه جديده حلوه. اي ورقيق ناعم محترم عقل المشاهد الخليجي،
على طاري المحترم اعتقد قلتي لي ان في هذا العمل اصريتي ان توصلين صوره للمشاهد ان احنا قاعد نقدم عمل ذو قيمه بعيد عن التبرج، بعيد عن المبالغه والمغالاه في حتى ملابس الممثلات فيها. أيوة. مع ان انت مو مخرجه فيه شلون قدرتي تفرضين على الممثلات؟ شوف انا ما افرض، انا اقولها بود. يعني كلمت استاذ باسل عبد الامير، قلت ابو احمد حاول خلينا نكون، مع انه هو ترى حريص، انا اقدم له تحيه بعد. اي انا اسلم عليه بعد، مع انه ترى وايد حريص بهالمواضيع، كان يعني دائما يتدخل في مساله الملابس الرقابه الذاتيه بالنسبه له هو. حلو. انه لازم البنات يكونون شكلهم محتشم. نعم احنا مع الموضه، نعم مع المكياج، نعم مع انوثه المراه، بس ايضا مع الابتذال لا. لا 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 ما في مكان حق الابتذال بصراحه. جميل. فكلمت احمد قلت له ما يخالف في فنانات نعم حريصين على نفسهم من غير ما احنا نقول لهم، بس لازم نبلغ يعني. بس احنا من واجب الحرص الزايد ساعات، وصدق هذا تصير ساعات، انت ترى ما تدرين انت كفنانه مو حاسه مو شايفه او مو منتبهه. فاحنا كنا مثل خوات مع بعض، انا واختي حبيبتي ريم الفضاله والفنانه بعد من الامارات امل محمد وزميلتنا من الاردن هدى حمدان. احنا هذول اربع بنات في المسلسل، فكنا مثل خوات، لبسنا صار يشبه نفسه وكنا كلنا لابسين لبس زين، مع ان العمل كله قائم على يعني خلينا نقول رسمي، كان لبس رسمي لان كان في قصه كبيره في الشركه. شوف هو جميل ان انتم قاعد تدخلون البيت من غير ما تخدشون حياه الناس اللي قاعد تطالعكم والمشاهد اللي قاعد يطالعكم في التمثيليه او المسلسل اللي راح تقدمونه. والجميل ان انت قلتي انك ما تبين تخرجين هالسنه، بس بنفس الوقت تحس اخراجي مصر انه يطلع في اشياء معينه. انا متاكده انه مو بس بالملابس يمكن انت اخرجتي، يمكن في امور كثيره قلتي لهم لا ايش رايكم ما نحط اضاءه هني، ايش رايكم ناخذها من الزاويه الفلانيه. انا متاكده ان سويتي هالشغله. سويت شيء عشان اكون مريحه. اول شيء احب اوجه تحيه حق اخوي المخرج المبدع السوري عمار رضوان، هو اعطاني كان في مشاهد معينه كانت تتصور في الكويت وهو كان لازم قاعد يخلص عنده كم شغله في الامارات وما قدر يجي، فانت قدم. فقال لي قلت له على شرط استاذ، قلت له تقول لي بالضبط شنو تبي، قول لي مثل ستوري بورد ابعث لي اياه. عشان فعلا بعث لي ستوري بورد نفذت اللي هو يبي، بس يعني شفت شلون لازم صوره باخره. شوف الانسان المبدع واللي داخله حب لشيء، ما انت تحبين الاخراج واساسا قبل التمثيل قبل لا تصير هي ممثله كانت هي تبغى تصير مخرجه. انزين انا قبل نطلع الحين شويه من حاله خاصه وندخل حق موضوع ثاني. اساسا احنا برنامجنا اسمه هيا ترند، هو عباره عن الهبات. شنو الهبات اللي سويتيها ولقيتي نفسك ان الكل قاعد يقلد هذه الهبات اللي سويتها هي؟ شنو هي مثلا؟ مثلا لون شعري. لون شعرك؟ لون شعري لقيت انه وايد ناس بعد ما صبغتي اشقر. بعد ما صبغت اشقر هو كان بالاول كله غامض بني. صح. بني غامض، بني افتح يعني افتح درجه بني ويرجع. ف تو من يومين قاعد اطلع عندي اكستنشنز اللي نحطهم على رصاص الشعر هذا، قاعد اطلع كلهم خامجين، قاعد اقول وين شقر؟ ماكو شقر ماما، انت صار لك ايش كثر؟ ولقيت ايش كثر اصلا من بعد الناس تسال لون الشعر لون الشعر، قاموا البنات والفانز يوروني انه هي ترى غيرنا لون الشعر، غيرنا مقارنه فيك يعني شافوا شعرك غيرتي للاشقر. وعموما لايق عليك الاشقر وحلو الواحد يكسر ساعات الروتين. بعد قلتي لي ان انت عندك هوس في النظارات. اي شنو قصه النظارات؟ النظاره عندي يعني دائما احب اشتري نظارات مختلفه وغريبه بس مو شرط البسها بس اصور فيها. يعني ممكن تشتري نظاره بمبلغ وقدره بس عشان اصور فيها. يعني عشان تطلع الصوره. عن جد هذا هوس. زين تلاقين ممكن بنات يلبسونه يعني تلاقيها طالعه فيها لابسه النظاره اللي انت اشتريتها بس استغربت انه في نظارات ساعات فيها كميه مبالغه مستحيل احطها فيها يطلع فيها بالشارع. يعني خصوصا يعني ما ادري بس يكون كبار شكلهم مو طبيعي. اتوقع هم مسوينهم حق اكيد هم مسوينهم حق الناس اللي يصورون. إيه. صح. فانا صورت نفس الطريقه البسهم بس بشوت او بتصوير. يعني بس مو بالصدق يعني ما اطلع فيها. فلقيتي ناس ممكن انه يلبسونها. ممكن يلبسونها والله. وبعد شنو من الاشياء اللي تسوينها بالسوشيال ميديا تلاقين مثلا ممكن يسوون تلاقين يعني صارت هبه عند الناس؟ في حركه طلعت بالصدفه وقمت اسويها وكل ما شنو هي الحركه؟ فؤاد كل ما يصور سناب شات فاكون يمه اي شيء يقول ها هي اطلع نفسي من الكاميرا فرخش. زين فصارت انه يعني هي بالصدفه شو سويتيها؟ فصارت يقول لي ها هي ما ادري شو اقوله وانا طبيعي اني ما اتحكي اصلا بالسناب.
فماشي شيء اقول الخشره زين فيقول ليش مخشه فصارت انه لقيت كل كل ينخشه من خشه من خشه حلو تحسين انه يمكن اليوم انت عندك مسؤوليه انه يعني اي حركه اي تصرف الناس ممكن تسوي نفسها وبنفس الوقت تحسين ان السوشيال ميديا خنق الفنان يعني انت يعني يمكن قبل الواحد كان يسافر يريح يمكن الحين انت حتى وانت مسافره انت موجوده مع الناس فشنو هني شلون تحاسبين هل انت طول الوقت في حاله استعداد وحاله تنبه ان انا والله طالعه اكيد بيصوروني اكيد ولا ممكن تطلعين تنسين نفسك ان انت فنانه مشهوره شوفي هو مساله ان انا اطلع واشوف الناس هذا شيء طبيعي انا متقبلتها ويعني كل رحابه صدر ما عندك مشكله ما عندي مشكله اكيد هم هذول جمهوري او متابعيني او حتى محبيني يعني انا اسميهم صديقاتي لا انت تسمينهم الشعب الهيوتي او الهيولي صح؟ لا ما سموا نفسهم الشعب الهيولي الشعب الهيولي هم الحين صار في شعب الهي فؤادي اثنين يعني مخلوطه هذول هذا الكبلز هذا الكبلز وفي بس المتحيزين الشعب الهيولي الهيولي او الفؤادي بس لا انا اسميهم صديقاتي يعني عندي كميه صديقات في الانستغرام ما شاء الله وايد أو أي مكان أطلع أنا سواء هم أو حتى لو متابعين أو محبين أو معجبين يعني بكل رحابة صدر كذا استقبلهم وهذا حق يعني حقوقهم أن يشوفون النجم اللي يحبونه صح بس مرات لما تروحين مكان يعني أنت متدارية بقصد أنك تداري هذا هني ما أزعل طبعا بس يعني كله أقول الحمد لله بالأخير هو للحين في ناس موجودة والناس تحب تتابع وتحب تصور معك هو شوفي هو حب الناس لك هذه نعمة من رب العالمين لكن سبحان الله يعني أحيانا الإنسان يعني بطبيعته يحب ساعات يطلع يضحك شوية من غير ما يراعي يعني إنه يعني لازم أضحك الضحكة مثلاً أيوة لازم أكون شنو اللقاء أيوة فواحد ودك شيء يحس إنه هو يبي ينطلق فأنت يمكن محرومة من هذا الشيء وين ممكن تنفسين يعني هل الطاقة المكبوتة وين ممكن تنفسينها ممكن في مناطق بعيدة يعني الحين في منتجعات خلاص تكون برايفت إيه يعني هذه الأماكن الوحيدة هي يوم تسافر تروح تسافر تقرر انا والله مسافره عشان الشوبينج ولا انا مسافره عشان راحه واستجمام وين راحه واستجمام من كثر الضغوطات اللي تعيشينها يمكن حتى لو ما في ضغوطات حتى لو تطلعين الطلعات العاديه تحس ان انت متى اروح اسافر مكان ارتاح مو بس كذي انا من النوع اللي مخي يشتغل 24 ساعه حتى لو انا الحين في بريك يعني شو يصير لو سوينا قصه كذي 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 اكتبها شو يصير لو سوينا حط افكار شو يصير لو القى نفسي بالاخير حتى بوقت الراحه ما كره قاعد اشتغل فوقت السفر دائما اسوي الحركه الشهيره مالتي يا اطفي التليفون هذا لازم تسوينها يا احط سايلنت وقطه بالكبت زين تسوي يعني خلاص انا وقطه بالجنطه يعني شيء انا ما ابي انت وصدق ممكن انساه افتح القى مسجات انا منك اطفي والله حتى ما اخلي مفتوح إيه. عشان لا مشكله ساعات يكون في سفره سريعه يعني من يومك كنت مع فاتشي بسفره سريعه تاجل شيء فعلى طول اخذنا بريك اوكي كان عندي ترتيبات بعد يعني بعد السفره فما قدرت اطفي التليفون مضطريت قلت على الاقل اذا في شيء مهم يعني سبحان الله اكون انا متابعته. انزين شنو الاشياء اللي هي ودها تسويها وما سوتها للحين؟ في حياتها؟ والله وايد اشياء يعني حلم الفنان كبير يعني ما يوقف عند يعني انا كل يوم حلمي يعني هي بعد شنو تبين توصلين اكثر من اللي وصلتي لا الحمد لله الحين احس شويه شنو اللي ودك تحققه؟ يعني ودي الحين ودي اشارك في مثلا عمل اكبر من نطاق الخليج نعم شاركت في اعمال ترى اكبر حتى بدايتي كنت مسوي عمل خليجي شامي يعني سوري حلو بس لا احس بعد ابي انا مع التطور انا اتخيلك هيا يعني سواء بالاخراج او بالتمثيل انه ممكن تروحين السينمات العالميه ونلاقيك انا ما اقول لا صراحه بالسينمات العالميه يعني جتني عروض من مصر جتني عروض ايضا في مناطق الشام بس مو اعرف انا عارف انه مو هذا المقياس اللي انا ابي مو هذا الشيء مو فكرة احنا ممكن بعمل كويتي اذا بخصه كويتي ممكن هو اللي يشارك برا
اروح برا. انا اتخيل فهمت قصدي، مو لازم انا اروح برا، انا اقدر اروح برا بالفيلم اللي بعمل نفسه. يعني ممكن تخرجين شيء يوصل للعالميه. ايوه هذا مثلا نقول هذا الحلم لكل مجتهد النصيب. ويعني مو بعيده، انت انسانه من بداياتك وانت واخذه خطى ثابته، خطى للامام، ابدا ما تراجعتي. انا يعني قاعده اشوفك للامام. قبل لا اختم اللقاء ودي اتكلم عن المسرحيه. يعني المفروض كنت تريحين هالسنه، بس ما اعتقد انك تريحين، عندك مسرحيه. كنا حاطين خطه انه ما راح نشتغل مسرح، نبي نريح. وكان في مشروع ايضا في رمضان، تاجل المشروع، فلقيت انه راح يكون برمضان فاضيه. تكلمت بعض قلنا ها شو رايك مكلميننا كذا احد المسرح، وافقنا. واحنا صرنا الحين مسرحيه اسمها فندق المشاهير. حلو. اي ومسرحيه حلوه وغريبه. فندق المشاهير حلو. احنا عالم المشاهير الحين. انزين وشنو قصتها؟ هي صراحة قصة ما أقدر أقولها، لا بس راح أقول. هي قصة بنية مشهورة تروح فندق وتصير فيه أحداث جريمة سرقة. أوه حلو. وراح نعرف بعدين بالأخير شنو يعني منو اللي سرق ومنو اللي. حلو حلو. عاد أنت أعتقد قاعد تجيبون الواقع، لأن الحين الدنيا كلها صارت مشاهير والبلوجرز وكذي. هي بس نبي كلمة حق الانستغراميين، لأن ناطرين. قالي لي أول ما تسوي اللقاء ما هي نبي كلمة. فنبي كلمة الحين، وهذا لقائي مع هي إن شاء الله يا رب يعجبكم. وأنا استمتعت فايز باللقاء، وإن شاء الله هم تستمتعون فيه. إحنا استمتعنا صراحة. يعطيك العافية. إن شاء الله تابعونا يوم الخميس مع هيا الحافظ. أكيد تابعونا.